لا تحصوها. تعودنا دائما أبو يحيى أنه ندخل على حزمة فرح. الحقيقة زي ما قلت لك يحتار من يختار حزمة الفرح بكمية الأفراح، رغم أن العالم حولنا يشكو من كورونا ومن تصدعات ومن إفلاس شركات ومن حروب ومن مجاعات ولكن الحمد لله نحن مع التوضيح انه حزم الفرح اللي احنا نقولها حزم اسبوعيه، يعني سبوعية تتعلق بالاسبوع اللي احنا فيه. انتم لو تسوونها يومي برضو حتجدون نفس المأزق باذن الله تعالى. وش عندنا هذا الاسبوع؟ يعني مثلا من اهم ما استقبال سمو ولي العهد لسمو ولي عهد الكويت، وقال له بصوت سمعه العالم كله: اهلا وسهلا، نورت الرياض. هذه طبعا حنا امتداد للكويت والكويت امتداد لنا، فبالتالي الزياره نقول انها زياره اهل واحباب، لكن من حزم الفرح ايضا، لانه ايضا كمان لما تكون انت واخوك متصافين الى هذا الحد فهذه نعمه من الله. صحيح. ايوه. الشيء الثاني طبعا في موضوع يمكن الناس ما انتبهوا له امس صدر، ويهمني انا لاني اعاني منه، وهو اللائحه التنفيذيه للضوضاء في المملكه. احيانا مثلا تروح للسوق تجد ناس مشغلين مكبرات الصوت بصوت عالي يحرجون، واحد حاط موسيقى، واحد حاط كذا، هذه الضوضاء الان صار لها ضريبه، صار لها دفع. الناس دائما لازم تحط قانون وبعدين تطبق القانون. إيه؟ تلاحظ مثلا انه احيانا في العماير في المباني كل شيء في الان عليه عقوبات الا صافرات الانذار والاشياء المصانع اللي لها خصوصيتها، لكن الان واحد في الشقه اللي فوقك يسوي لك ازعاج وانت مالك ذنب تبي تنام، هو يكون سهران وانت عندك دوام الساعه 7. اذا هذه اللائحه انا اعتقد انها حتصب في تنظيم حياتنا الاجتماعيه بشكل كبير. ايضا عندنا طال عمرك اغلاق سوق الاسهم من 2014 لم يغلق مثل ما اغلق امس، 10660 تقريبا واكثر، وان شاء الله بكره وبعده يتصاعد. وزي ما قلنا انه مؤشر سوق الاسهم هو زي الترومتر اللي الطبيب لما تجي يقيس الحراره، اذا انت في 37 وحوله فانت اذا نزل او طلع فانت في خطر. ايضا انجاز سعودي، باحث السعودي الطبيب بدر العنزي يتوصل الى علاج الى سرطان الدم، وهذا ايضا في 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 جامعات عالميه وليس عندنا بالسعوديه. اخيرا الرياض تحتل المرتبه 14 في الطموح والابتكار وانشاء ايضا هيئه باسم هيئه تنميه البحث والتطوير والابتكار. هذه الافكار اللي احنا نطالب فيها ان شاء الله تكون انت من اللي يبتكرون. انا متامل انك انت ان شاء الله خلال سنة سنتين حتبتكر نظرية في العروض، تدريس العروض، نظرية في الإلقاء، نظرية بإذن الله. وانت قادر الله يزيد حزم الأفراح. آمين. طيب، من حزمة أفراحنا بنروح مباشرة إلى خبر